مساء الخير، حلقة جديدة من شوط إضافي تتابعون فيها. بمشاركة متسابقين من مختلف الأعمار، انطلاق فعاليات ماراثون السلام والربيع في عفرين بريف حلب. ليفربول يفشل في الفوز على ويست هام يونايتد ويكتفي بالتعادل ليبتعد أكثر عن المنافسة على لقب الدوري. بعد فوزه الكبير بخماسية على تشيلسي، أرسنال المتصدر يحل ضيفا ثقيلا على توتنهام هوتسبير. انطلقت فعاليات ماراثون السلام والربيع في مدينة عفرين بريف حلب بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية وبحضور العديد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الشمال السوري. تصل مسافة الماراثون إلى 10 كيلومترات والتسجيل فيه تم عبر اللجنة الأولمبية الوطنية السورية، وهو الماراثون الأول من نوعه في الشمال السوري، وتوفرت خلال هذا السباق للمسافات الطويلة نقاط دعم على طول المضمار لتأمين احتياجات المتسابقين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الماراثون الأول من نوعه في الشمال السوري، ينضم إلينا من عفرين مراسل تلفزيون سوريا هادي تطين. مساء الخير هادي. مساء الخير وسيم لك وللسادة المشاهدين ولجميع الرياضيين. أهلا ومرحبا بك هادي. نريد أولا الحديث عن سير هذا الماراثون الذي هو الأول من نوعه في الشمال السوري على من الناحية التنظيمية تحديدا. وسيم، يجب أن تنويه بداية بأن الماراثون انتهى قبل قليل فقط، وقبل قليل يعني عدت من مراسم التتويج. ربما حتى الآن هناك عدد من المشاركين موجودين في ساحة الانتهاء الماراثون، ولكن بطبيعة الحال هذا الماراثون هو بتنظيم من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة واللجنة الوطنية الأولمبية للرياضة ورعاية إعلامية طبعا من تلفزيون سوريا، بالإضافة لمشاركة عدد من الفرق الشبابية التطوعية التي ساهمت بتنظيم ويعني تنظيم مسار الماراثون، تسجيل على هذا الماراثون والأمور التنظيمية المتعلقة بمسار الماراثون وتوزيع تقديم المياه لهم، بالإضافة لمشاركة من الدفاع المدني الذي انتشرت فرقه على طول المسار لتقديم المساعدة الطبية في حال لزم الأمر. نعم، عدد المشاركين هادي، وحدثنا أكثر عن الفئات العمرية التي شاركت في الماراثون. عدد المشاركين وصل إلى حوالي 390 مشارك من مختلف الفئات العمرية، ولكن كان هناك يعني جوائز لأصغر مشارك وأكبر مشارك. أكبر مشارك بلغ عمره تقريبا 58 عاما، طبعا أكبر مشارك قطع السباق، ولكن هناك أعمار مختلفة، ولكن تم تحديد الجائزة لأكبر سن يقطع السباق، بالإضافة إلى المراكز الثلاثة الأولى التي تم تقديم لها
جوائز بلغ قيمتها تقريبا حوالي 35 ألف ليرة تركية، 15 ألف ليرة تركية للفائز الأول المركز الأول، و10 ألاف ليرة تركية للمركز الثاني، و5 ألاف ليرة تركية للمركز الثالث، و3 ألاف ليرة تركية لكل من لأصغر مشارك وأكبر مشارك يقطع المسافة. طبعا هناك كان مفاجأة بقطع المسافة، يعني المسافة كانت 10 كيلومترات امتدت من قرية معرتا إلى ساحة مشعل تم وسط مدينة عفرين. كان من المتوقع أن تأخذ وقت أطول، ولكن تم قطع تقريبا المسافة بحوالي 20 دقيقة. الإحصائيات الرياضية الدقيقة لم تصدر بعد كما ذكرت وسيم، قبل قليل فقط انتهى السباق، ولكن ننتظر أن يصدر يعني بيان توضيحي حول كل هذه التفاصيل الأرقام. أيضا تم تكريم أول 10 متسابقين، تم نشر أسمائهم، ولكن سوف يتم نشر كل هذه الأمور من قبل يعني اللجنة المنظمة للماراثون، والذي هو يعد أول ماراثون جماهيري يتم إقامته في مناطق شمال غرب سوريا. نعم. من الناحية التنظيمية كان هناك رضا بشكل عام، ولكن شابه الماراثون كونه المرة الأولى بحسب ما تحدث المنظمين، يعني بعض الإشكاليات، ربما اشتكى بعض المشاركين من عدم وجود مياه كافية على طول المسار، بعض المشاركين ربما لم يستطيعوا تحقيق النتائج التي كانوا يتوقعونها لأنهم لم يتعرفوا على المسار قبل المسابقة، هم مباشرة يعني وصلوا إلى المسار، بالتالي بعض المشاركين لم يستطع معرفة آخر كيلومتر. نحن نعلم بأن المتسابقين عادة في مثل هذا النوع من السباقات يحفظ طاقته إلى الكيلومترات الأخيرة، يخزنها إلى هذه الكيلومترات الأخيرة. صحيح. فبعض المتسابقين لم يستطع تقدير نهاية السباق، بالتالي وصل متأخرا، وصل في مراكز السابع أو الثامن. هذا كان تبرير أحد اللاعبين يعني، وهناك طبعا العديد من اللاعبين الذين حضروا أنفسهم، وجزء كبير من المشاركين هم من الرياضيين من المراكز الرياضية والأندية الرياضية. نعم. فبالتالي هم معتادون على هذا الأمر، ولكن مسافة بهذه المسافات هي التجربة الأولى لهم. نعم، أيضا هذه ربما من أهداف هذا الماراثون بحسب ما قرأت التعريف بعفرين أكثر والمناطق المحيطة بالنسبة للمتسابقين ولوسائل الإعلام التي تصور وتغطي الحدث هناك. صحيح وسيم، بداية كان هناك تغطية إعلامية واسعة جدا، يعني نحن ككوادر صحفية خرجنا يعني صعدنا على سيارتين بيك أب، يعني مشهد الصحفيين مشهد مضحك صراحة، يعني امتلأت هذه هاتين السيارتان بعشرات الصحفيين لتغطية هذا الحدث، جزء منها من الصحافة المحلية وجزء منها لصحافة خارجية قد يكونون أقل، ولكن على مستوى تغطية الصحافة المحلية والوكالات المحلية كان هناك يعني تغطية واسعة جدا. الهدف كما ذكرت هو نقل هذه الصورة يعني التي يطمحون أن تكون إيجابية للائتلاف، لأن عفرين كما تعلم يوجد فيها العديد أو كل أبناء سوريا موجودين فيها، وللمناسبة من المشاركين الذين التقيت بهم هناك من حمص، من دير الزور، من دمشق، من ريف دمشق، من الحماة، من درعا، من عفرين، من ريف عفرين، من ريف حلب الشمالي والشرقي، من كل المناطق السورية شارك المشاركون، بالتالي هي جزء من هذه الحالة لتسويق هذه الصورة النموذجية على أن مناطق شمال غرب سوريا هي أشبه بنموذج سوريا المصغرة. يعني الرسائل الإيجابية التي يسعى الائتلاف هي كبيرة، لا نعلم كم مستوى الحجم الإنجاز، ولكن بشكل عام من التقيت بهم من رئيس الائتلاف ومن نائب رئيس الائتلاف تحدثوا، يعني هم كانوا الحماس يملؤهم، حتى بأن رئيس الائتلاف يعني كان يقف بين المشاركين وأخذه الحماس إلى أن يهتف بينهم وخرجوا يعني ما يشبه المظاهرة. فالجميع كان متحمس إلى هذا الماراثون، وكان هناك صخب، كان هناك مشاهدة كبيرة، يعني جزء كبير من المشجعين الذين تواجدوا عند خط نهاية السباق كان عددهم كبير. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من عفرين هادي تطين. تضاءلت فرص فريق ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله مع مضيفه ويستهام يونايتد بهدفين لمثلهما، وذلك في افتتاح الجولة 35 من البريمير ليج. سجل هدفي الريدز أندي روبرتسون في الدقيقة 48، ولاعب ويستهام توماس سولتشيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، فيما أحرز للمضيف جارد بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77. رفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي سيلعب يوم الغد، ونقطة واحدة وراء مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.
ما الذي يحدث داخل أروقة فريق ليفربول؟ ماذا حدث بين محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب من جدال وخلاف وأمام الزملاء والجماهير وأمام الكاميرات؟ مشكلة على ما يبدو أنها كبيرة حصلت بين الطرفين محمد صلاح والمدرب يورجن كلوب، يلخص ربما حالة هذا الفريق في الأسابيع الأخيرة كما نشاهد في هذه الصورة. حدث صدام بين الطرفين بالكلام إلى حد وصل إلى أن يأتي داروين نونيز ويوقف صلاح عن الحديث مع مدربه، لأن هذا الأمر حصل أمام أعين اللاعبين الزملاء والفريق الخصم وأمام أعين الجماهير وأيضا كل المشاهدين على شاشات التلفاز. لذلك ربما فإن مشكلة ليفربول ليست مشكلة تكتيكية أو فنية، بل هي على صعيد العلاقة بين المدرب الذي قاد الفريق لكل البطولات ولاعبيه وعلى رأسهم محمد صلاح. نبقى أيضا في إنجلترا، إذ يحل أرسنال يوم غد الأحد ضيفا ثقيلا على توتنهام في المرحلة 35 من الدوري، ويسعى أرسنال للاحتفاظ بالصدارة رغم صعوبة المهمة التي تواجهه أمام توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 60 نقطة من 32 مباراة، الذي ما زال محتفظا بأمله في الوجود بالمركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وبعد وداع أرسنال المبكر من بطولتي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، الذي أعقبه خروجه المؤلم من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يطمح الفريق اللندني لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي. هذا وأشار ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال خلال المؤتمر التقديمي للمباراة إلى أن الإرهاق لن يكون عذرا بالنسبة لفريقه وسيكون الجميع جاهزا تماما للمواجهة المقبلة. وقال أرتيتا: ما يمكنني تأكيده هو أن اللاعبين سيكونون على استعداد تام للعب ضد خصم عظيم. وكشف المدرب الإسباني أنه حصل على نصائح من سلفه الفرنسي أرسن فينجر، بينما يسعى النادي اللندني للتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 20 عاماً. إذن بعد خسارتين متتاليتين لليفربول وتعادل أيضا، أصبح المتنافسان الأبرزان على لقب أرسنال ومانشستر سيتي، وهما سيخوضان اختبارا جديدا خارج ملعبيهما. فالسيتي سيواجه مضيفه نوتنغهام فورست في مباراة ليست محسومة مع تبقي أمتار قليلة على حسم لقب الدوري. فريق المدرب بيب غوارديولا ضرب بقوة خارج ملعبه وأجهز على برايتون برباعية، كذلك أرسنال دك شباك جاره تشيلسي بخمسة أهداف دون رد. في المقابل يأمل توتنهام في العودة لطريق الانتصارات مجددا عقب سقوطه الكبير في لقاء الأخير في البطولة، الذي شهد خسارته بأربعة أهداف دون رد أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد. ويتأخر توتنهام بفريق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، الذي لعب 34 لقاء حتى الآن، حيث يطمح فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو للفوز في مباراتيه المؤجلتين وكذلك في لقاءاته الأربعة الأخرى في المسابقة.
إلى إسبانيا، منحت الدولية التركية أردا جولر فريقه ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف، وذلك في افتتاح الجولة 33 من الليغا. ونجح الموهبة التركية في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ورفع الفريق الملكي بهذا الفوز رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن برشلونة الوصيف، والذي يلتقي فالنسيا الاثنين في ذات الجولة أيضا، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السادس. من يذكر منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم في أمريكا عام 1994؟ من يذكر المهاجم القناص روماريو الذي قاد السامبا للفوز بالبطولة أمام إيطاليا في النهائي؟ روماريو الذي شكل ثنائيا مرعبا رفقة زميله بيبيتو، ومن ورائهم لاعب الوسط الصلب كارلوس دونجا وحارس المرمى كلاوديو تافاريل، ويقود كل هؤلاء العبقريان كارلوس ألبرتو بيريرا وماريو زاغالو. روماريو الذي هزم روبرتو باجو في هذا النهائي عندما أضاع الإيطالي ركلة ترجيحية ربما هي الأشهر في تاريخ كأس العالم، بينما كان الساحر البرازيلي هادئا وفعالا ونجح بكسب اللقب. روماريو الآن سيعود للملاعب، إذ خاض نجم الكرة البرازيلية سابقا والسيناتور الحالي روماريو دي سوزا البالغ من العمر 58 عاما خاض أول ميران له مع نادي أمريكا الذي يترأسه، وسيلعب ضمن صفوفه لتحقيق حلم راوده لسنوات، وهو مشاركة غرفة خلع الملابس مع نجله وبقية اللاعبين رفقة الكادر الفني. وعن حالته البدنية قال النجم البرازيلي حول هذه العودة غير المتوقعة بالنسبة للتدريبات: فأنا متعب للغاية، عموما أعتقد أنني تمكنت من الركض قليلا. وقال روماريو حول هذه الخطوة: أريد أن أوضح شيئا للجميع أنني لن ألعب في البطولة، الفكرة هي أن ألعب بضع دقائق من المباريات أو بعض المباريات، لأن أهم شيء بالنسبة لأمريكا في هذه المسابقة هو الوضع الفني، وعلينا أن ندخل بقوة أكبر. هدف الفريق كما تعلمون جميعا، لقد قلت ذلك بالفعل وسأقول ذلك مرة أخرى، مهما كان الأمر صعبا، هو أن نصبح أبطال دوري الدرجة الثانية حتى نتمكن العام المقبل من المنافسة في القسم الرئيسي.
نهاية حلقة تشاوت إضافي، دمتم بألف خير.